قليل من يعمل الشكر وقليل من عبادي الشكور. اللي يصل المرحلة أن يكون شكور على وزن فعول سورة مبالغة، يعني شكر شكر بحق، وده قليل جدا في البشرية. ولذلك حتى الصحابة بسبب هذا المعنى الدقيق آثروا النقمة على النعمة. يقول أبو الدرداء عبد العبد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء النعم فعز شكرنا. نذر لما يقول هذا أبو الدرداء عن الصحابة، فماذا نتصور في غيره؟ ابتلينا بالضراء فصبرنا، لأن النفس أعوان على الصبر منها على الشكر. النعمة بنشغل بالنعمة ننسى المنعم. الصبر احنا في محنة نرد خلاص، فنصبر ونازع ونتضرع. إذا قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا، أصبح نادر جدا منا ما يشكر. لذا قلت خافوا من النعم أكثر من خافوا من النقم. خافوا أن لا يطيعوا عن النعم. ولذا وجدوا في النقمة من النفوس ومن العطاء والقدرة على الصبر ما لم يجدوه في الشكر. أنا أسوق هذه المعاني حتى تكون الصورة واضحة أمامنا أن القضية كبيرة كبيرة جدا. مطلوب منا في كل نعمة تشفر علينا في لحظة إسباغها فورا نبحث عن أوامر الله فيها وعن نواهيه، وقس على هذا كل نعم. إنسان فقير، رب لا بدرنا، ما حق الله في المال؟ فلصاحب المال درس أحكام الله في الحلال والحرام، عرف أوامر الله له التي وردت في فقه المال كله حتى يؤدي ما عليه ويجتنب ما حرم عليه. وذلك العلماء كما يقول الإمام مالك: أجمع علماء المسلمين، أجمع أجماع أجماع. يقول أجماع يبقى إذا الأمر اتفق عليه لا خلاف، على أن تعلم فقه البيع والشراء فرض كفاية على عموم الأمة في مجملها كده، فرض كفاية، فرض عين على من باع أو اشترى. يبقى اللي راح يشتري خبز، ابني صغير كبر علمته ازاي يتعامل مع المال، قلت تعالى فرض عين عليك الآن أن تتعلم فقه البيع والشراء. ليه؟ لو لم اتعلم وراح يشتري خبز، خبز بس، ممكن يشتري بطريقه خاطئه يؤكلك حرام انت وامه واخوتي. من يضبط سلوكا؟ الوحي، معرفته بالنص. اذا كان جاهل بالوحي سيقع في الاخطاء من حيث لا يحتسب. من حيث الاحتساب، سيدنا عمر لما دخل السوق وجد رجل جايب يعني بضاعة ببيع، فسأله سؤال: أتعلمت الحلال والحرام في البيع والشراء؟ أنت تعلمت أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال: لا. قال: ويحك، ضللت وأضللت. ضللت
لنفسك لأن يتعامل بغير معرفة أحكام الله وأمر وناهيه من حيث لا يحتسب يقع في خطأ. ليه؟ هيبيع الشرع على أساس عقل هواه، وعقل دين، هواه هو الدين، مزاجه هو الدين، ولا الدين نص. فإذا كان جاهل بالنص كيف يقيم؟ ودي قاعدة تحفظ، لن يقيم دين الله من جهل. لذلك فرض إيه؟ ابني كبر وصل لسن نعمة، ابني هيتعامل في البيع والشراء ولا تعلم أحكام الحلال في البيع والشراء؟ لم يتعلمها اقترف الحرمات من حيث الاحتساب. ليه؟ لأن الخلق مش بعقل. قد تكون الصورة عند الإنسان بدماغه حلال كده، حلو شكلها، حلو شكلها، حلو تبقى حلال، ها؟ لكن ما تحسبها كده بدماغ، بدماغ الدماغ ده هديك في 60 دقيقة. الأحكام لا تحسب بالدماغ الغل ولا بالفكر ولا بالعقل وحده، لكن تحسب بالأحكام. وإلا فهناك ألوان من البيوع ظاهرها الحل وحقيقة التحريم. بالدماغ تعيد الإنعام. وقال الرب مثال، لو أي واحد ابنك ولا أنت جاله قريب من الريف قال أنا عندي السلعة دي عايز أبيعها، تعرف لمية السوق وانت عايش في بلد عشان أبيعها بأحسن سعر، قال له طب سيبها لي السوق النهاردة ناسك، لما يطلع السوق هبيعها لك، لما يطلع السوق هبيعها لك. الصورة دي حلال ولا حرام؟ لا مش حجر. ها؟ التحليل والتحريم اخوانا مش بدماغنا بس. ده انا بعمله غير. انا مش هاخد من حاجة. هعمل لقريبي خدمة. عايز اربحه. بدماغي كده. انا ارتكبت جريمة. عملت مصيبة. ولا خدمت الراجل؟ ها؟ احسبها بالدماغ. تطلع كده هتبقى حلال 100% بالدماغ. لكن في نص على تحريمها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد. الريف ما ينفعش العيش في مدينة وعارف التلاعب في الأسعار ده يقول طب سيب البضاعة نايم عنك. الصورة دي حرمها رسول الله. لا يبيع للتحريم حاضر لبادي لا تولى البيع عنه. ليه؟ انا عملتها قريب، قريب ده واحد هيأثر ايه في المجتمع ده؟ لكن تخيل لو كل واحد عمل كده، كل واحد عاش في مدينة عمل كده مع القريب جنب الريف ولا بضاعة تدخل السوق، حرمنا الناس وعملنا فيل كبير ممكن تدمر فيه المدينة كلها، وقفنا التجارة كلها. انت بتنظر لنفسك والشرع بينظر لأمتك مش لفرد. أنا بضرب مثال بصورة عملية حية موجودة والناس كلها ما تاخدها حلال بالدماغ، والنبي حرمها بنص صريح: لا يبيع حاضر لباد. ماشي. الجماعات التجار الكبار
حكاية الناس الغلابة اللي في الريف بيجيبوا حاجتهم يبيعوها في السوق، ولكن أدخل شكرك ما حصلش حاجة، الناس كلها اشترت كلها. فأنا بفرح نفسي بدأ لسه أدخل سوق، ما قابلهم في الطريق أنا أدخل سوق وأشتري منه وأبيع وأشتري بحلال وبالرضا. أنا بدل ما أسيب أدخل السوق هقابلهم وأجيب بره، أوفر عليهم مشوار ودخول السوق وممكن ندخل بضاعة تتباع ما تتباعش. أنا بقول له تعالى أشتري منك خارج السوق أما تدخل. الصورة دي حلال ولا حرام؟ بالدماغ حلال حرام؟ الدماغ مش حرام، لأن عملت الخير ووفرت عليه الوقت والذهاب للسوق والبيع والشراء في السوق. ممكن تبيع سلك ممكن تبيعش، أنا اشتريتها منه وفرت عليه، خليه يرجع لأهله يشوف حياته. ما هذه الصورة فيها نص في التحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الركبان والحنابلة. ما أخذ من الأحكام ليه؟ أنت هتفصل معاها، هتاخدها من بشاع السوق ولا يقينا الأقل ومعرفش السوق، وأنت اعتمدت على جهالتي بالسوق، ولو ماكر هتاخدها من بورصة تمام. الفارق ده حلال لك انت استغلت جهله. اول قواعد البيع والشراء لابد ان تكون البيعه في منتهى الوضوح، ليس فيها اي جهاله. اي جهاله في اي معامله ماليه تفسدها، اي غرر خش خداع تفسدها، وده نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لا يتفرق، فإن صدقا وبينا بولي كلام، وإن كذبا وكتما محقت بركة ما بينهم. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث قاعدتي إن أي معاملة فيها كذب يبقى فيها نوع من الغرر، فيها عدم بيان يبقى فيها جهالة. واتفق كل العلماء ان اي معاملة فيها من هذا الحديث فيها جهالة او فيها غرر باطلة، ومن حق البائع يرجع المشتري اذا عرف حقيقة السعر ويقضي الفارق. سرقة في السوق تساوي 50 دولار، أنا كنت أملك في الطريق 25 أو 35، عالم إن سرقة في السوق 50 يلزمني وجوبا ضرب الفارق، هذا بيع باطل. وضحت؟ والنبي يقول دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ولكن فضايح لما بنوضح هذه الاحكام هتشعر انك انت ارتكبت جرم في حياتك من حيث لا تحتسب. من حيث لا تحتسب. لذا يقول عمر لا تبيع ولا تشتري حتى تتعلم الحلال الحرام فتقترفون الحرمات من حيث لم تحتسب. ولا خطر بالك الحرام. بالدماغ مش حرام عندك ابدا. دي صورة حلوة وحسنة وجميلة وفيها نص صريح بالتعليم. إذا اللي يحلل يحرم رب العباد بشدة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، معكم نص منه أم على الله تفترون. فعد من ترك النص ومش بدماغه عدوا إيه؟ مفتري. ومش مفتري على احد، على الواحد الاحد.
حل ما حرم بدماغه بمزاجه بهواه، ودي كارثة كارثة. الإنسان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. وضحت؟ إذا القضية خطيرة. أعطاني الله نعمك بالمال، مطلوب مني ساعة ما أنعم عليه المال أدرس كل أحكام البيع والشراء المشاركات والمراحمات والمرابط. ما تخش في شراكة وأنا جاهل بأحكامها، ما تخش في معاملة مالية بيع والشراء وأنا جاهل بيع والشراء. على أي أساس أشارك؟ على أي أساس أبيع أشتري؟ مفيش أساس. ولا تعلمت أحكام الله، إذا لا يحكمك إلا هواك. وهذا هديك في 60 دقيقة. وهل ضل من ضل إلا بخضوع الهوى؟ قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. يبقى كل من وقع في المظالم اللي دفعه للظلم هواه. شايف ان ده ظلم وهو عين الظلم. واضح المعنى؟ اذا كل نعمه يمن الله بها عليك يلزمك وجوبا ان تبحث عن احكام الله فيها. ما هي امر الله فيها؟ وما هي نواهيه؟ اتبعت اوامره، تركت نواهيه، شكرت النعم، عزب لم يتزوج، انعم الله عليه بعروس، وعمره كله عمال يبحث يدور العروس، وعايز واحده حلوه جميله بنت ناس غنيه، ها، وتبسطه وتريحه، مش كده ليه؟ ومستعد يضحي بالمهر وبالشبكه وبالعفشه تكاليف الفرح، اما انت عشان يظهر بالعروس. طيب على اي اساس يتعامل معها التزوج؟ يقول لك عاملها بحسن الخلق. اي خلق تؤديه وانت تجهل احكام الله في زر الطلاق؟ مصيبه. الذي يقول الامام مالك وقد اجمع علماء المسلمون سلفا وخلفا على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على أمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل، فرض عين عليه أن تعلم أحكام الزواج والطلاق والطلاق. كثير من الناس يقول لك يا عم الشيخ احنا فرح ما تنكدش علينا، ليه تعلم أحكام الطلاق؟ عشان يروح تعرف لو غضبت في أي لحظة كيف تتعامل. أنت جهلت أحكام الطلاق، على أساس تطلق؟ غضبت بطلق، عايز تكذب تطلق، بتهزر تطلق، ينفع؟ ولا في قواعد للطلاق؟ وفي هقول بس عدة للطلاق وعدة للمطلق أحكام بالمدقة. الجاهل بها لن يقيمها، لن يقيمها يقينا، كارثة. على أي أساس تتعامل في بيتك وأنت تجهل قواعد التعامل في البيوت التي شرعها العباد؟ رب العباد شرعها، جعلها أحكام في القرآن، وضع لها نصوص في السنة على لسان رسول الله، وتطبيقات عملية حية. نترك كل هذا ونعمل عقولنا أوعنا وفي الآخر نحن على دين وأنا مسلم؟ مسلم وجاهل بدينك، ما تفعله دين ولا جهالة؟ إذا كنت جاهل بالأحكام فكل ما تأتيه جهالة، ليس له مسمى آخر. فكيف تجعل جهالتك واتباع هواك دين وتشريع رب العالمين؟ ولكن المسلم يا اخي، ما المسلم مسلم مشتت البلاد، لكن مسلم في اقوالك وافعالك ده موضوع سهل. الاسلام
النص قال الله قال رسول جهدت النص لست في عملك مسلم. وضحت القضية خطيرة خطيرة جدا. لما شرع لنا أحكام ما شرعها عبثا لكن شرعها لنقيمها لنعمل بها يا إخواننا. لكن عشت طول عمري أبيع وأشتري ولم أتعلم حكم واحد في العشرة. عشت طول عمري متزوج ولم أتعلم حكم واحد في الزواج والطلاق وتصرفاتي كلها تصرفات جاهلية. أخبط الولية، أرعب الولية، أهدم الولية، أعمل فتوة على الولية وراجع على الولية، ده موضوع تاني. هو ده الدين؟ هو ده الدين عز وجل؟ أين أحكام الله؟ أين قواعد التعامل بين الرجال والنساء في البيوت؟ ده العلماء كتبوا مؤلفات، كتاب النكاح منزل لك تحت الكتاب ده فصول وابواب وعلم جمعهم كتاب السنه. انا لا اتعلم منه معلومه وابقى فرحان جدا تزوجت. انت نفسك حق الله لما تعقد العقد بتقول لي ابو البنت ايه؟ زوجني ابنتك وممكنتك على ايه؟ على كتاب الله وسنه رسول الله. إذا كنت البعيد لا تعرف كتاب الله ولا سنة رسول الله كيف توفي بهذا العهد؟ ده شرط في النكاح وانت اشترطت على نفسك وافقت. يعني النكاح مربوط به، إذا لم تعاملها بكتاب السنة أنت أخليت بالعقد. عقد زاد من أساسه. خطورة وجهل الناس بها كارثة يا اخوانا. أي نعمة رب الوضع أنعمها جعل فيها أوامر ونواهي. لم تعرف الأوامر ولا النواهي لم تشكر الله على هذه النعمة ولم تعرف طريق الشكر. عشان كده قلنا نص الآية وقليل من عباد الشكور. اللي يسعى في هذا الباب قليل جدا جدا. من الله وعده بأعظم بشرى قال وإذ تأذن ربكم إذ تأذن وحب لئن شكرتم لأزيدنكم. أي واحد لازم كتاب سنة رسول الله في شكر النعمة ربنا يزيد فضله. طب والذي لم يشكر نعرف أمر الله والنهي يأمل أن تبقى له نعمة. بقيت الآية قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والمقابل إيه؟ قال ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. جعل مقابل الشكر الكفر مش عدم الشكر الكفر. أنكرت أحكام الله أنكرت أمر الله وعشت بغيرها فإن عذابي شديد. عذاب الله شديد. لم تشكر الله وتتعلم احكام الزواج والطلاق مع امرأتك حين تزوجنا متوقع ان الزوجه دي هتدوم؟ ده ممكن تبقى وبال عليك اخر لاخر عمرك. خليت لك من عين ولا عينين وهي جاهله بدينها وانت جاهل بدينك. حصلت مشكله هتجيب لك الفلوس وتقل لك الدنيا وتحتكم بغير حكم الله وهتجننك وتجنن ابوك واللي جابك واللي خلفوك وتعيش مرعوب وفي نكد بقيت عمرك. وده معنى ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كفرت نعمه الله لم تعرف حق الله فيها لن ترتد عن حق الله مش توصلها لهذا المحل. انصفتها اعطيت حقها للبشر عولا مش هتبدلك. لم تنصف انت بتعتبر ما ليس لك حق لك وتعتبر ما ليس لها حق لها ونخش في صراعات والنتيجه من اللي يغلب والقوانين تخدمه. ها في بلادنا ممكن ها
بالرشوة تكسبها. طب وهنا القوانين تكسر رقبتك وتقطع عنقك. ندرك بس المسألة كبيرة كبيرة جدا، والأمر جلل ما لم يعرف العبد أوامر له ونهي لن يشكر. هنا بدأ الشيخ بتلاوة الأنعام، والأنعام خلقها الأنعام نفسها نعمة، في أحكام في مش أحكام، ربنا وضع أحكام، أحل لنا بعضها وحرم بعضها، أحل لنا طريقة في ذبحها طريقة في أكلها وغيرها غيرها. أحكام تفصلي الذي لم يتعلم الحلال والحرام في الأكل والشرب على أساس يأكل أي حاجة مشيخ لذا حبرت ربنا عليه مش هضيق علينا. يعني كل التشريعات اللي وضعها والشروط اللي وضعها تجعلها امرأة صغيرية ثم تسير في قهواك تحت دعوة ان رب العباد لم يضيق عليك. وذلك كثير من الصحابة يعني سأل عن مسائل ظهر الحين في اعراف الناس. هذه ابن حاتم يسأل رسول الله يقول يا رسول الله ارسلت كلبي كلب الصيد فوجدته على الصيد ومعه كلب اخر كلب ثاني بيتعامل مع الغزال اللي اصطادوها دي ااكل منها؟ قال لا كلب مش طلب بالدماغ حلال كلب اللي جابه بالدماغ حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سميت على كلبك ولم تسمى على الاخر. سميت على كلبك ولم تسمى على الاخر ازاي تستحلها؟ وقد يكون اللي صادها الكلب الاخر قبل كلب الصد فكيف تستحلها؟ قد يمشي دماغك. هنا انا بضرب امثله فقط، والا فهذا الامر في كل نعمه في حياتنا في كل نعمه، ومطلوب مش معايا بس، مع اولادي زوجتي البلد هذا من تفعيل تعالى في تكاليف تلزم الحائط علم احكام حيض ازاي تطهر حيضها حيضها وتحولها من فتاه لانثى نعمه. من لم تتعلم احكام الحيض والطهر كيف تتعامل مع حيضها؟ كيف تعمل محيط؟ وربنا حط الأحكام اسمها أحكام الحيض والنفاس عشان تعيش الأمة لا تعرف لها سبيل، ولا وضع هذه الأحكام حتى نؤدي شكر نعمة الله علينا في كون الأنثى صلاة أنثى صلاة امرأة صلاة عروس وتصبح أم بعد كده وتربي جيل. إذا كانت جاهلة بأحكام الحيض من حيث لا تكتسب تلك المحرمات، وقد يجمعها زوجها في حال حيضها وتسمح لها لأنها جاهلة وهو جاهل، ومراته حلال ومراته يا أخي، لكن الله حرم مسها في وقت الحيض. ويسألونك عن يعني ولا تقربوهن حتى طهر اوعى تقرب، حرم تحريم. الجاهل هل يلزم هذا التحريم؟ هل تزم به؟ والذي مراتي وحلالي وانا محتاجها اخذ راحتي سلامات. اذا ندرك انا بضرب امثله فقط يا اخوانا، والا فالامر في كل امر في حياتنا في
أعرف أوامر لأولاي، لألتزم بأمري وأتجنب نهي، ولا أفرح بالنعمة نسأل الحمد لله ربنا اداني. فبدك فين الشكر؟ فكرت في المنعم اللي اداك ولا فرحت بعطائي ونسيته؟ نفرح بنعمة الله وننسى المنعم، ننسى حقه، ننسى أن له تشريع ليصلحنا به، ليصلحنا به. جمعت مراتك في الحيط، فاكر الموضوع ده هذه بسهولة؟ ده ممكن يجيب لك أمراض لا تخطر لك ببال وأنت ما تدري. وإذا قال تعالى بسألك المحيط قل هو إيه؟ ماشي مؤذي، ده هو مصدر الأذى، منبع الأذى. العلماء لما سمعوا النص ده بحثوا زرعوا، قالوا إن قطرة دم حيط واحدة لو واحد حطها لك في كوباية شاي تموت فورا. السموم اللي فيها مدبرة، دماء فسدة قاتلة، مصدر الأذى. تخيل إنك أنت ممكن تعاشر وإيدك يجي عليها حاجة من تبدل، تيجي ناحية مناخيرك ولا بقك وراح تفتدي من حيث لا تحتسب بسبب جهلك. هو أذى مش مؤذي، ده منبع الأذى ومصدر الأذى. وضحت؟ إذا ندرك جاءت النصوص بهذه الكيفية والتفصيلات كلها في كل شيء، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال تعالى كل شيء فصلناه تفصيلا. ذكر كل شيء لك عشان تجهله وتعيش بغيره، ولا عشان تتعلمه وتقيمه؟ وضحت؟ وده يستوجب علينا أن نعود أنفسنا أولادنا على أن يكون لنا على الأقل منهج تربوي متكامل، على الأقل كتاب من كتب الفقه اللي طرحت كل أبواب النعم وكيف نتعامل معها ندرس منها. ناخد كتاب زي فقه السنة المبسط ندرسه مع نسائنا ولدنا، مع نسائنا ولدنا، نعلمه أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام النكاح، أحكام البيع والشراء، أحكام المشاركات والمروحات والمضاربات، أحكام الحدود، اعتدى العهد بالبوكس، فقع عين. ولك يا عم الشيخ يعني بالغلط، الغلط ده اللي دمر عين بني آدم هيمر بسهولة؟ ولا في حد؟ في حد من حدود الله؟ فقعت عينه هفقع عينك. اعلم في حدود، في حدود الله في كل نعم اداك القوة، مش عشان تبطش بها، عشان تعلم ان لها حدود، ازاي تستعملها في وسط المظلوم، في وسط الملهوف، في فعل الخير، في ترك الشر ودفع الشر. لكن اديك القوة عشان تبقى انت الشر، ها؟ وانت الاذى، وانت الاجرام والعدوان. وقس على هذا، كل نعمة اوتيناها لله فيها اوامر ونواهي، كل نعمة مطلوب ان اعلم حدود الله فيها، اوامر الله فيها فافعلها، نواهي الله فيها فأتركها. إن تعلمتها وأقمتها شكرت، لا تعلمتها ولا نفذتها ما شكرت، ما شكرت. خلاص الأخت؟ ها؟ كم؟ ستة دقائق. طيب واضح المعنى ده؟ إذا ندرك فالقضية مش قضية
افرح بالنعمه ثم اضيع كل شيء، ثم اضيع كل شيء. وضع الله قواعد لنا اخونا في كل شيء. انا عندي مال، حسيت ان عمر قرب يخلص، هورثه، احتال على قوانين الارث، ما عمل نفسي مش شايف. لذلك يا اخوانا اغلب من ياتي محرم بيعمل الحركه دي، غمض عينك واشتغل. عشان غمض عينك دي جت في القران، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ومما من طيبات مكسبتم، انفقوا من طيبات مكسبتم ومما اخرجنا لكم الارض، ولا تيمموا الخبيث منه. تيمموا تنتجوا الخبيث، تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني ايه؟ عايز تطلع زكاته، هتطلع قمح مثلا، ينخل القمح، التعبان يطلع في الزكاه، المليان يبيعه يجيب الفلوس عليه. هو نفسه لو حاولت تديه انت في البيع والشراء اللي هيزكي بيه ده مش هيقبله. يقول لك يا عم الشيخ ما ده برضه ده قمح وده قمح، غمض عينك وطلع. هو ده، الا ان تغمضوا فيه، تغمض عينك وتعمل انت ايه؟ لا ترتضيه لنفسك لكن ترتضيه لغيرك. كارثه، كارثه الا ان تغمضوا فيه. قصه ابن ادم الاولى كان بسببها. واتلوا عليهم نبأ ابن ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل الاخر. مين تقبل منه؟ كان عنده غنم فعايز يزكي، جاء على احلى غنم في غنمه وزكى بها. الثاني عايز يزكي وعنده قمح وزرع، جاء على افسد ما عنده وزكى به. الاول قبل منه، الثاني قبل منه. انت بتتعامل مع من؟ مع رب العالمين. عايز تنسى كل النعم اللي عندك وتخرج من اسوء ما عندك، تحمل التبعه. كان شؤم هذا العمل اللي قبل الله عمل اخيه ولم يقبل عمله فاستحل قتله فقتله، وسن القتل في البشريه. فلا يقتل قتيل في التاريخ البشري كله الا وعلى القاتل وزره وابن ادم الاول مثله. مثله. هذه اثار شؤم معصيته. ان قدم لله وقرب لله ما لم يحل الله له تقديم. ده زكي. زكاة وعملها طاعة وعوقب عليها. فما بالك باللي عاملها معصية وعامد. يبقى العقوبة شكلها ايه؟ وضحت قضية أكبر من أن نجهلها أو نتغافل عنها. مطلوب شرعي لا تغمم الحياة لغيرك. ما ينفعش عايز أضحي أجيب غنمة لأن سعرها أقل شوية، مكسورة قرنها، لحمها زي الفل والقرن محدش هياكله، ينفع أبيعها بقرن واحد؟ هتتباع، تتباع زي الفل واللحم زي الفل، لكن إن يسروا المقرن سعرها أقل من مقرنين. طب زكي بيه. حتى هذه نهى النبي عنها، وضع شروط للزكاة، لا تكون بينة العوار ولا بينة العرج ولا تكون مكوسة قرنها. شروط
حتى جهلتها. بتبص الله دي لحمتها حلوه والتانيه المخروطه تعبانه. انا اللي تقدم. طيب عايز ازكي قدام مني عجله زي الفل وزنها وزن. سمناها ما كملش سنتين. بقره ما كملش سنتين. والتانيه اللي كملت سنتين اضعف. للدماغ. انهي انفع للفقراء؟ بيكملش. ها؟ بيكملش. عند بالدماغ اللي بنحمتها اكثر. بالدماغ. بشرع الله الزكاة اللي كملت سنتين زكاة. وتبقى أضحية. واللي ما كملتش ما تنفعش. اللي يضحي في اليمن مثلا عشان ارخص وهنا في كندا اغلى مثلا. عشان ما اكلش نفس الحرية. البخل انواع يا مولانا. لكن اذا كانت الاضحية لحاجة الناس الاكثر حاجة لك. هذا شرط في النية. يعني انا شايف ان انا اضحي هنا الناس مستريحه ومبسوطه ماليا وانا في غزه. وضحت؟ ممكن تبقى هناك ارخص من هنا. لكن هناك انفع للامم من هنا. وخاصه اذا كان في بلد انت يعني ما فيه يكفي الناس يبقى فقراء الناس. الاصل ان حتى هذه الاضحيه الاصل فيها ان اضحي اقرب الناس الي. اقرب الناس الي قد يكون فقير او مسكين. الفقير عرفه الناس لان مد ايده. طب المسكين عنده ما لا يكفيه لكنه استعف. عنده اللي يكفيه اكل وشربه بس اللي يكفيه نفقات اولاده مدارسهم ولا عيالهم. انسان مسكين وله دخل. اذا لم اعطي انا قريبي المسكين من يعطيه الغريب؟ لا افعل غيره. لذا تعين ان الاصل في الزكوات ان بدور على اخر الناس الي الذين لا يعرف حالهم الا مني او عندي. مسألة لا ضابط قواعد. انا بتعلم قواعد بتصرف اي حاجه خالص. يا عم الشيخ بدل ما اجيب هنا خروف اطلع في افريقيا عجل. انا الانفع. ها؟ هقول لك العجل ده بسبعه. طلعت بدل خروف. فخروفكم هنا بعجلة افريقيا. اطلع انهي؟ الاصل لو لي اقارب وارحام محتاجين اطلع لهم ابني. عايز ازود اطلع في افريقيا. وضحت؟ وقس على هذا. اذا في قواعد وضعت واحكام وضعت وضعها الشرع سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام لا ان تجهل وتهمل. باختصار شديد. الجاهل بها المهمل لها ليس على دين. لانها هي الدين. هي النص. باختصار شديد. اذا شكر النعم باداء ما اوجب الله فيها من اوامر وترك ما نهى عنه فيه. وضحت؟ احنا قتلنا والوقت خلص. نكتفي. اتفضل. بالنسبه لموضوع الاضحيه ده لان يعني هو فعلا بيقابلنا كتير جدا هنا. طبعا احنا هنا ما عندناش اقارب كثير وفقراء وكده يعني. لكن في بلاد المسلمين في كتير. فمثلا الواحد بيعين مبلغ الاضحيه الموجوده هنا مثلا وممكن يلاقي ان طبعا مصر فيها في مثلا
لنا بعض ممكن يكون في بعض الأقارب أو بعض الفقراء في مصر. لكن أنا ببص مثلا إن أنا لو طلعت نفس المبلغ في ثلاث دول مختلفين يبقى أنا أفدت عدد أكبر من الناس. بس صرفت حاجتي يبقى أنت طلعت نفس قيمة ذريعة الدعم لكن ما استغلتش الرخص اللي هناك. واضح معايا؟ لك لكن الأصل إن لو في فقراء حواليك كنت أعلم بهم غيرك هؤلاء يقدموا على غيرك. مفيش هنا وفيه بلدك ولاد عمومتك ولاد إخوالك هم أولى من غيره فيقدم ده. لا في لا ده ولا ده. أنت على الخيار دور على أكبر عدد من الفقراء غطي ودول مسلمين مسلمين. دور على من حاجتهم أعلى زي إخواننا في فلسطين. يبقى المفاضلة تتم على هذه الأسئلة مش مشروع. لكن كل ده تشريع لا مش في قواعد وضعتها الشريعة. أنا بدور عليه لازمتها نجبت تركتها هلكت. الأخ كريم تأسس الحاجة إيه فيها عم بعمل تجارة تقوم على إن أشتري من المزارع مباشرة. فاكتشفنا ان المزارع بروح على سوق الخضار ببيع مثلا صندوق الخيار بعشرة شيكل او عشرة شيكل على التقسيط يعني مش كاش. انا جيت قلت له انا بدي اخذ منك الثمانية شيكل على المطرح. قال هاي حرام ولا حلال؟ تعرف انه بيبيعها في السوق بعشرة شيكل بالتقسيط. نعم يعني باخذ الشك بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة ما باخذ رايته وياه على المطرح. انا باجي بقول له على المكان. لو كل واحد عمل زي كده في بضاعة تدخل السوق؟ لا خلص دمرت البلد. كل التجار الجملة في مصر بيروح يشتروا من المزارع بهذا الشكل. يا مولانا في فرق بين تاجر دولة بيبيع ويشتري أصلا في الريف وتكفل هو بالجمع والكلام ده. فأنت بتشتري من الأرض مش هو رايح السوق وأنت بتستغل الطريق وإن في فرق في السعر والسعر معروف. ده انا بشتري منه والثمر على الشجر والتمر على الشجر. واضح معايا؟ هاي حلال. هاي ده حلال اني اشتري منه وهو لسه بره وانا اللي بقوم بالجمع وانا اللي بقوم وبخلص حتى التخريص. التخريص نوع من التخدير والتخريص نفسه في حقيقته في نوع من الغب. لكن الشبع حلو. المخلص المتقن المحترف لو بص في النخل يقول لك دي هتجيب كام قفص. لو بص في بستان رمان يقول لك ده هيجيب كام طن. فبيبيع ويشتري على القائم امامه. لكن حتى هذه وضعت لها ضوابط. من ضوابطها ان لا يتم البيع قبل بدو ظهور الثمر. قبل بدو ظهور الثمر يعني ظهوره. كثير من الناس يروح يشتري قبل ان يثمر الشجر. في ناس بتدي يقول لك انا هشتري منك الارض 10 سنين قدام. هي كمان سؤال. ايوه كارثه. اشترى 10 سنين 5 سنين جاءت جائحه الثمر كله. يبقى انا بعتبر ايه؟ غرض. النبي لما نص عليها قال فبأي حق يأكل مال اخيه؟ حتى ولو بالتراضي. حتى ولو
تراضى. التاجر اللي داخل يشتري الكلام ده، لان انا بعت له حاجه مش موجوده. بس التاجر اللي داخل يشتري الكلام ده وعارف، بعت له حاجه مش موجوده يا مولانا، هو داخل على عمل ربنا كريم واطلع صبر. يعني ده غرر كده؟ ما طلعش طبعا غلط. غرر بلا نزاهه. انا بعت له ثمر مش موجود. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني بدو صلاحه؟ هو على الشجر صغير لسه الاحمر والاصفر، ينفع بيعه؟ لا. ساعه ما يبدا يحمر وثمر منه تؤكل ولا واحد، يبقى اسمه بدا صلاحه. حتى لو خدته كمرته هيستوي هتباع. ده كده مفيش تاجر في بلادنا لما بيعمل. احنا ما انا بقول لك، احنا اللخبطه عندنا مالهاش حد، والجهل عندنا قاتل. طيب انا مولت المزارع كده بذوره وفلوسك، حتى لو مولته تحديد السعر والثمن ساعدنا بصراحه، انا هساعدك عشان خاطر اضمن ان انا اخد المستمتع. هديك مبالغ تحت الحساب، هساعدك في الزرع وهتجيب تنفخ على الارض، تهتم بالزرع، تهتم انك انت تشيل حشائش، تهتم انك انت تحط الاسمده العضويه المطلوبه، ساعدتك. لكن ساعة ما بصالح الثمر تعالى نقيم الثمر. سعر السوق. بسعر السوق في حين. يبقى هي دي ده المخرج بتاعها. ده المخرج. انا ممكن اشتري منك 10 سنين بس كل سنه تحديد السعر يكون بذور الصمت. يبقى الله يفتح عليك. يبقى ما تجيش انا بسنه ظلم حصلت جائحه ما لقيتش ولا ثمره. وانا دافع ثمن الثمر عن السنه كلها. انت اكلت مالي بحرام. وضحت؟ فدي قواعد الشارع وضعتها عشان نضمن ان لا يظلم احد احدا. اسيب كل القواعد دي وامشي دماغي؟ ولا يا عم الشيخ الناس ماشيه. الناس ماشيه وماشيه غلط تنجريه. وضحت؟ فمثل هذه الاحكام مهمه جدا يا اخواننا، فهمها لاني لا يقوم الدين بغيرها. ولو كل واحد فينا التزم خلاص خلصت الحدود. سؤال ثاني. والا فعندنا قوانين في مصر توديك جهنم على طول. في قواعد للايجار هذا المسدس. في زمان عبد الناصر عمل قوانين تخالف الشريعه. جعل المستاجر مالك. وحدد سعر اقل من سعر السوق، كانت تطلع الزياده تقيم الايجارات. الشقه اللي تؤجر ب 1000 تؤجر ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. بعد 40 50 سنه ما زالت تؤجر بنفس السعر. المستاجر اللي مصر ان يلتزم بالقانون فارق السعرين يوم القيامة الملك يأخذ محسناته. خلي القانون ينفع. كل عشان خلي القانون ينفع. أعرف ناس واخدين شقق تساوي ملايين ومتأجرين بملايين. وعنده غيرها. ومتمسك بيها وما يدفعش إلا إيجار المنقوص. خذوا في المحكمة. ومن محكم حسب الله ونعم الوكيل. هذا يقينا ظالم، يقينا اكل مال الملك بالباطل. ضع نفسك انت مكان الملك. يعني الفيلا في مصر جديده، الفيلا تساوي خمس دلوقتي بتشتري في 10 12 مليون وايجارها 3 جنيه. ما تجيبش الان عزك الله علبه دبس ولا زيت ميه. بأي وجه حق ياكل مال الملك؟ اللي بيعمل كده في مجرد يقول ان هو ده العقد شركة متعاقدين. ما فيش حاجه اسمها عقد شركة متعاقدين. العقد شركة متعاقدين يا منال في الايجار. لا ايجار الا بمده معلومه.
ولذلك كل فقهاء لما عرفوا الإيجار قالوا هو بيع منافع بعوض معلوم إلى أجل معلوم. أنا بغير منفعة المكان ده قد إيه؟ بمبلغ كذا في مدة كذا. طلع السعر يتغير الإيجار وكل الدنيا مشت كده. هذا في مصر. ما عدا القوانين دي قالوا في مصر. عبد الناصر. واضح؟ ما أنت بتتأجر إيه؟ بتتأجر بالقانون؟ ولا بالعرض والطلب؟ طب مش معنى هنا تبقى حلال ليك العرض والطلب وهناك حرام عشان في قانون يخدمك؟ الإجراء. فتخيل إن إنسان 40 50 سنة بياكل أموال المالك بالباطل وفاهم إنه هو أولاد ده أنا مسلم وصلي وصلي كل يوم الفجر وبصلي فرض خمس وبزكى عن مالي ويفاجئ يوم القيامة إنه رايح جهنم بسبب إيجار شقة. رايح جهنم. الناس اتخبلت اتخبلت. هقول ايه بس من الله يعني سؤال اخير بس موضوع الاضحية. انا هضحي مثلا فهقدر ثمن الاضحية هنا بالمكان اللي انا قاعد فيه ولا مثلا في بلدي؟ بالمكان اللي قاعد فيه وطلع قيمتها بقى اذا كان هنا او في اي مكان تاني. مش اي مكان. المكان اللي فيه المصلحة الشرعية. أقرب هنا أطلع هنا، أقرب في بلدنا أطلع بلدنا. طيب ما في ناس في مصر بتعمل اللي هو الأضحية اللي في أفريقيا، تبقى أرخص بكتير من سعر مصر. لا تحايل. ده كده أه ما أنا ده سؤالي على كده. لا تحايل. ده خلاص ده بقى السائد في مصر. بس إحنا بنطلع يعني سامحني الواحد عشان يتحاشى الكلام ده بيطلع في مصر وعايز يزود زود في أفريقيا. لكن الضحية ضحية في مصر لأن هي أقارب أرحام محتاجين. أما ضحية في مكان أنا فيه أعرف ناس فقراء ومساكين طلبوا ده أصلي. لكن بعض الفقراء قالوا هل المسافر يطلع في مكان سفر ولا مكان بلده؟ فدي اللي بتديك ساعة إنك أنت ممكن تطلع بلدك. لكن غير بلدك وغير مكان سفرك بتطلع لهم ليه؟ إلا إذا صار بلدك أو المكان اللي أنت فيه ليس له حاجة لزكاة. فأنت بتدور عندها على يعني أكثر البلاد فقرا أو عوزا أو حاجة لهذه الزكاة. يبقى اللي في مصر يطلع بقيمة مصر وبعد كده عايز يزود بلد حاجة ثانية. نعم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أنا أقول لك إذا الناس هي تشيح تروح السند تعرفه.